سفراء هادي يمارسون تجاوزات ضد مواطنين يمنيين في القاهرة وموسكو. هل هؤلاء السفراء يمثلون اليمنيين في الخارج أم يمثلون بهم في حقيقة الأمر؟ أين الرئيس هادي من التجاوزات والفشل الذي يعاني منه السلك الدبلوماسي للبلد؟ أهلا بكم. بين حين وآخر يسمع اليمنيون بقصة سفير هنا أو هناك ارتكب تجاوزات ضد مواطنين وطلاب في الخارج. أصبح تزايد قضايا فساد الدبلوماسيين في هذه الظروف التي تمر بها البلد يثير غضب الكثير من اليمنيين، عبروا عنه في مختلف مواقع التواصل الاجتماعي. التعيينات وفق المعايير المناطقية والقرابة الأسرية أبرز ما وصم به السلك الدبلوماسي منذ رئاسة هادي. ورغم سوء الظروف التي تمر بها القضية اليمنية واحتياجها إلى موقف مساند من المجتمع الدولي، إلا أن الكادر الدبلوماسي الحالي لم يحقق أي نتائج تذكر في هذا الصعيد. التأثير الإقليمي ليس بعيدا عن هذا الفشل أيضا، فيرى كثيرون أن الرياض تتدخل بشكل مباشر في مواقف الخارجية اليمنية في المحافل الدولية ولو ضدا من المصلحة الوطنية، خاصة بعد مواقفها الأخيرة من انقلاب عدن وجرائم الإمارات في اليمن. منذ الانقلاب وانتقال الشرعية إلى الرياض تعرضت الدبلوماسية اليمنية لتغييرات كبيرة، لم يكن عنوان هذا التغيير هو استقطاب وتعزيز مواقف المجتمع الدولي ضد الانقلاب الذي أسقط الدولة، بل كان يمضي على طريق توزيع المناصب الدبلوماسية وفق أسس مناطقية وأسرية. تعامل هادي مع السلك الدبلوماسي بخفة واستهتار لم تشهده هذه المؤسسة منذ إنشائها قبل عقود. العديد من السفراء والدبلوماسيين الذين تم تعيينهم خلال الخمس سنوات كانت أبرز مؤهلاتهم هو انتمائهم لمنطقة هادي أو قبيلته أو مقربين من ابنه جلال المقيم معه في الرياض، وهو ما أظهر الدبلوماسية اليمنية بشكل سيء للغاية. خلال الأيام الماضية كان اثنان من سفراء هادي أبطالا لعدد من الأحداث المأساوية، ففي القاهرة كشفت الوثائق عن قيام السفير محمد مارم بالاستحواذ على مقاعد طلاب من أوائل الجمهورية وبيعها لطلاب آخرين بآلاف الدولارات، ليتم الإعلان لاحقا تحت ضغط الرأي العام عن تشكيل لجنة للتحقيق مع السفير من قبل رئاسة الوزراء، إلا أنه لم يتم الإعلان عن نتائج التحقيق حتى الآن ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضده. في موسكو كانت السفارة اليمنية قد شهدت اعتصاما لثلاث طالبات مبتعثات، وبعد أيام قام السفير الوحيشي باستدعاء الأمن الروسي لاعتقال طلاب احتجوا أمام السفارة متهما إياهم بأنهم يشكلون خطرا على حياته ليعتقلهم الأمن الروسي ويرفع قضيتهم إلى المحكمة، الأمر الذي يجعلهم عرضة للترحيل قبل إتمام الدراسة. على المستوى السياسي كان أداء السلك الدبلوماسي كارثيا على مدى سنوات الحرب، وهو ما انعكس سلبا على مواقف المجتمع الدولي من الأزمة اليمنية. معظم سفراء هادي لا يؤدون مهامهم بما يتناسب مع الوضع اليمني الراهن، بل تحولت وظائفهم إلى مصدر للتكسب والاستغلال المالي وتعيين أقاربهم في بقية مناصب البعثات الدبلوماسية، ليستمر وضع الدبلوماسية بالانحدار من سيء إلى أسوأ. إذا مشاهدينا الكرام، في هذه الحلقة سيكون معنا المحلل السياسي إبراهيم القعطبي عبر سكايب من نيويورك، وسينضم معه آخرون. بداية مساء الخير أستاذ إبراهيم. مشاهدينك الكرام، أهلا بك. إذا هناك تقرير تضمن عنوان عن السفارات اليمنية يقول بأن السفارات اليمنية في الخارج هي الوجه الآخر للحرب في اليمن، هل فعلا برأيك يحمل هذا العنوان جزء من مضامين معاناة اليمنيين في سفارات الخارج؟ أنا في اعتقادي ما يحدث اليوم في السفارات اليمنية في الخارج هي أصبحت ميليشيات دبلوماسية تتسلط على رقاب اليمنيين، تنهب أموال الطلاب وفي سفارة أخرى تودعهم السجن
وتضد وتقف ضد مصالح الشعب اليمني. اصلا اذا رجعنا الى تعريف ما هي السفارات وما هو دور تلك السفارات، السفارات هي بعثه دبلوماسيه لدوله اخرى تمثل مصالحها في الخارج وتحافظ وتسهل عمل مواطنينها المتواجدين على اراضي الدوله المضيفة، وتعتبر أيضا من أراضي البلد أو من أراضي الوطن. ما يحدث في السفارة اليمنية للأسف الشديد أصبحت مجرد كنتونات فساد تتعامل مع المواطن وكأنه ناهب وليس له حق ولا تمثله، وإنما تمثل الجهة التي وظفتها أو تتبع لجهة ما تجارية. أصبحت فساد متكامل ولا يتحدثون نيابة عن الشعب اليمني كما رأينا مؤخرا عندما ضربت القوات الإماراتية الغازية على قوات الجمهورية اليمنية في محافظة شبوة، ولم يتحدث حتى سفيرا يمنيا فرق خارج، ولم يعقد حتى مؤتمرا صحفيا للحديث أو إطلاع الرأي العام العالمي عن ما يدور داخل البلاد، بل بالعكس يتجاوزون كل الأعراف الدبلوماسية، لا يتحدثون عن ما يجري في اليمن، لا يطلعون الدول التي هم سفراء إليها عن ما يحدث داخل الوطن وعن ما هي المتسببات وعن طرق الحلول. وهناك أيضا السفارات كانت يجب أن يكون وجها آخر لمثلا القسم القنصلي، أن يمثل المواطنين، أن يعقد اجتماعات مع أبناء الجالية، لكن للأسف الشديد عندما يعين أي سفير في أي دولة ما، الشيء الأول الذي يقوم به يبحث عن بؤر الفساد وعن يعني الأشخاص الذين لديهم أموال في الجاليات، ويتعاملون معهم بهذه الطريقة، لا يتعاملون مع الجاليات بطريقة مباشرة، لا يتلمسون همومهم، لا يقومون برعاية مصالحهم، لا يدافعون عنهم. عادة القنصليات والسفارات عندما يسجن مواطن من مواطنيهم يبعثون لهم المحامين، يقومون بالتواصل مع الحكومات المستضيفة، لكن في سفارتنا يتم العكس، يتم طلب من الحكومة إيداع أبناء البلد في السجون، وهذه كارثة ليست دبلوماسية بل كارثة إنسانية وكارثة يجب أن تتوقف. نحن في ما يجري في السفارة اليمنية حقيقة هي انعكاسا أيضا للحكومة الرخوة التي توجد في الرياض، الذي غارقة في الفساد ولا تمثل الشعب اليمني ولا يهمها ما يجري في الداخل. فأنا في اعتقادي أنه الشعب اليمني يجب أن ينتفض على هذا الفساد المتسلط على رقابه، ليس فقط داخل البلاد وإنما خارج البلاد أيضا. نعم، يعني ربما تحدثت عن بعض النقاط أستاذ إبراهيم حول تحول سفراء هادي إلى عبء على اليمنيين في الخارج، برأيك لما يعني تصمت الحكومة على ما يحدث وعلى كثير من المشاهد التي يعني تحدثت عنها، وهي أن السفارة أصبحت ضد مواطنيها على عكس كل سفارات العالم؟ اولا هو ان معظم السفراء المعينين مؤخرا هم اما من اقارب هادي او المحسوبين عليه او من يتبعونه، ليس الهدف منهم دبلوماسيا ولا سياسيا ولا اقتصاديا. كما تعرفي كثير من الوزراء السفراء في الخارج هم لا يجيدون لغات البلاد او سياسه البلاد الذين يبعثون اليها، في كثير من السفراء لا يجيدون لغة البلد، لا يعرفون تاريخ البلد الذي هم سفراء لديه، لا يتحركون لإطلاع الشارع والمنظمات والنقابات في تلك البلد عن ما يجري في الوطن، ومن ثم حشد الرأي ليس فقط السياسي في تلك الدول وإنما الشعبي. بالعكس يقفون أحيانا عائقا أمام حتى تحركات الجالية، يتدخلون في الشؤون الداخلية، أحيانا في المظاهرات في الولايات المتحدة الأمريكية يحاولوا بعض الدبلوماسيين أن يتدخلون حتى في سير المظاهرات من أجل أن تحقق أهدافهم أو أهداف من يعينهم. هناك أيضا اختراق كبير في الآونة الأخيرة منذ تعيين هادي رئيسا أو منذ انطلاقة أو بدء الحرب في اليمن، نرى أصابع لدول التحالف في تعيين بعض المسؤولين في السفارات، وهذا بادرة خطيرة على الدبلوماسية اليمنية مستقبلا، على أداء البعثات الدبلوماسية التي أصبحت في وجهة نظري أعباء على المواطن وعلى الوطن، ولم تعد
سفيرا للشعب اليمني التي مفروض أن تمثله أجمل تمثيل، مفروض أن تدافع على مصالحه، واليوم رأينا أنه يسرقون حتى منح الطلاب. وهذا نعم يعني سنتحدث عن ذلك أستاذ إبراهيم. نعم. هذا يعني أنهم يقتلون المستقبل اليمني. إذا كان هناك سفيرا يسرق منح الطلاب ولم يعاقب ولم يتم فصله مباشرة، فهذه هي الكارثة، هذا أمام الرأي العالمي، فما بالك ما يجري داخل الحكومة وكواليسها وما يجري على الأرض من 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 استهداف للوطن وحصار للشعب وانتهاك لسيادة اليمن واحتلالا لجزره وموانئه. فضل. نعم، اسمح لنا أستاذ إبراهيم أن ينضم معنا السفير السابق مصطفى النعمان عبر الهاتف من المنامة. مساء الخير أستاذ مصطفى. مساء النور، أهلا وسهلا بكم. أهلا بك أستاذ مصطفى، كونك دبلوماسي سابق ولديك وجهة نظر، كيف تقيم وضع السفارات اليمنية؟ طبعا شوف، وزارة الخارجية في الظروف الطبيعية هي تعكس الوضع الداخلي لأي بلد. نعم. وإحنا طبعا الوضع الداخلي ما عاد يحتاج تفصيل الواحد لحالة الفوضى الذي تمر فيه، حالة الفساد مثل ما تفضل الضيف عندك، حالة عدم انضباط وظيفي، عدم متابعة، عدم حتى حد واحد يقولها بحزن، عدم اكتراث أصلا بالعمل الدبلوماسي وقيمته ومعايير الاختيارات للسفراء في الخارج والبعثات. واعطيك مثال، يعني انا كنت سفير في حوالي في 5 دول. للاسف الشديد كنت اكثر سفاره اشتغلت فيها كان عدد الموظفين كان السفير و3. الان التكدس الدبلوماسيين، وللاسف انهم مش دبلوماسيين حقيقيين من داخل كادر الوزاره، كلهم أو أغلبهم للأسف الشديد جاءوا من خارجها. في عدد كبير لا علاقة له بالعمل الدبلوماسي البتة نهائيا، لا عن التجربة لا عن طريق ممارسة سابقة، جاء بهم أما جوائز الترضية. تظل وضع مثل هذا إلقاء اللوم كله على وزارة الخارجية، ونتكلم على جهاز الوزارة نفسه. البعثات في الخارج ايضا التعميم خاطئ في تعميم كل المساوئ التي نسمع عنها من قضايا الطلاب، من قضايا المغتربين، من القضايا التي يجب ان تقوم السفاره بنشاطاتها من اجل او انشات السفارات اصلا من اجلها. هذا الدائر يعني قد وصل الى مرحله العبث. العبث أولا بقيمة السفارات، بقيمة الدبلوماسي، بقيمة المهمة التي تناط بأي دبلوماسي في من أي دولة. المشاكل التي حصلت في بعض السفارات يجب أيضا أن نحن نسحبها ونقول أن الكل في نفس هذا المربع. صحيح في أخطاء، وأنا حتى أقول أنها كارثية، يعني أنا لا أستجيز ولا أقبل أن سفيرا أيا كان سواء كان زميلا سابقا أو شخصا تولى هذه المسؤولية أن يعبث بمنح الطلاب مثلا، أو أن يصل الأمر به إلى أن يستدعي جهاز شرطة للتدخل بين الطلبة اليمنيين وبين السفارة. يعني أبواب السفارة يجب أن تكون مفتوحة بالمطلق، حتى لو أراد الطلبة أن يعتصموا، حتى لو أراد الطلبة أن يحتجوا، وهذا حقهم نظرا للمعاناة التي يلقونها والمتاعب أصلا وتأخير المرتبات، تأخير المنح، العبث بها. يجب أن السفير هو بمثابة أب لكل طالب، هو بمثابة أخ كبير لكل مغترب في أي موقع كان هو، في أي بلد كان ينتمي إليه. لكن نعود ونقول أن هي المشكلة أن من الذي يراقب عمل هذه السفارات؟ يعني الحديث عن وزارة الخارجية، أي وزارة خارجية نتحدث عنها؟ هي تقيم في الرياض، مقيمة في الخارج، جهازها الإداري الموجود في الرياض جهاز لا يقوم حتى هو بمهمته، ولا يستطيع أن يقوم بها لأن وضعه هو وضع شاد أصلاً. يعني نحن كنا في السابق نتواصل مع الداخل، الوزارة تتولى مراسلة الوزارات المعنية ثم ترد علينا. الآن
ماذا تقوم وزارة الخارجية في الرياض؟ لا تستطيع أن تعمل شيء. هي مهمتها الحقيقية الآن والتي لا يجب أن تغيب عن أذهاننا، أما إصدار جوازات أو إصدار أو التوقيع على تعيينات تأتي من خارج الوزارة، هذه مهمتها. نعم، ليس لديها مهمة. يتحول عمل الوزارة بهذا الشكل في هذا الظرف الطارئ الذي تمر به البلاد يجعل الأسئلة تتكرر ربما وتكبر علامات الاستفهام حول هذا الغياب الذي يعني للدور الدبلوماسي الذي يفترض به أن يكون في هذا الوضع. ربما أنت تحدثت بداية سعادة السفير بأن يعني وضع البلد تمثله وزارة الخارجية، ولكن قد يكون هذا الارتباك أو قد نعذر هذا الارتباك بداية الحرب، أما بعد 5 سنوات ولم تستطع الشرعية أن ترتب ملفاتها ولا وزارة مهمة كوزارة الخارجية، ما هو السبب برأيك؟ ما نقول أنه أصلاً ليس أولاً يعني يجب أن نعترض شيء ثاني أو شيء هو الأهم في هذه المسألة كلها. من هو الجهاز الذي يدير هذا البلد؟ هو في الأصل أن هناك مكتب رئاسة الجمهورية مفروض به هو الذي يراقب، لأنه في غياب جميع الأجهزة الأخرى. الحكومة نفسها أغلب وزرائها غير موجودين، لا كلهم موزعين على ما عواصم العالم. لا يعني أنا اليوم لما أكون في وزارة الخارجية في الرياض وأريد أن أخاطب وزيرا في أي قضية كانت، أين هو الوزير الذي سأخاطبه؟ أين هو جهازه الإداري الذي سيتعامل مع مخاطبات وزارة الخارجية؟ أنا أقول إن المشكلة الحقيقية ويجب أن نقولها صراحة هي في مكتب رئاسة الجمهورية الذي استولى على كل مقدرات السلطة التنفيذية بالكامل. ليس هناك قرارا لوزارة الخارجية في أي شأن كان، حتى في الشأن الإداري بأقل مستوياته، كل شيء يعود إلى مكتب رئاسة الجمهورية الذي يتولى البت في هذه المسألة. مثل ما قلنا في البداية ومثل ما لحقت من كلام الضيف الذي كان قبلي، يعني أنه كل التعيينات هي تعيينات كأنها رعاية اجتماعية، وأعطي فلان منصبه سيذهب إذا استطاع أن يجمع له قرشين تقضي في يوم. يعني أنا أعرف دبلوماسيين معينين في الخارج طالبين حق اللجوء في دول أخرى، هذه فضيحة كارثة، هذه فضيحة بكل المقاييس. يعني كيف أن أبعث دبلوماسيا ليمثلني في بلد وأجده قد طلب اللجوء فيها وفي بلد آخر هو وأسرته؟ هذه فضيحة. فمن الذي سيراقب؟ من الذي سيحاسب؟ من الذي سيوقف هذا العبث؟ ومكتب رئاسة الجمهورية في بداية الأمر لا وزير الخارجية ولا الوكيل ولا الدوائر الموجودة في الرياض، وإن كانت يعني دوائر هامشية ودوائر شكلية، لا تستطيع أن تصنع شيئا. ليس هناك شيء في اليمن اليوم اسمه وزارة خارجية. هذه هي نقطة البداية. عندما يكون هناك وزارة خارجية نحاسب السفراء على عبثهم، نحاسبهم على أخطائهم، نحاسبهم على ما يرتكبوه تجاه المغتربين، ما يرتكبوه تجاه الطلبة هناك. لكن أين هي وزارة الخارجية؟ ليست موجودة. يعني هي كل عملها ما الذي يمنع وجودها أستاذ مصطفى؟ ما الذي يمنع وجود وزارة خارجية؟ يعني أين الإشكالية بالضبط؟ هل المشكلة في التحالف، في تحجيم دور السفارات في الخارج، أم المشكلة في سياسة هادي، أم المشكلة في رئاسة الحكومة؟ أين تكمن بالضبط؟ أنا قلت لك الخلل كله أن ليس هناك هيكل لهذه الدولة الموجودة في الخارج. ليس هناك مسؤوليات، ولا أحد يعرف حدودها، ولا أحد يعرف واجباته. المسألة مسألة شخصية، عين فلان سفيرا، عين فلان في السفارة من أجل يكسب له قرشين، يذهب هو وأسرته ثم يطلب اللجوء. ثم أنا أسأل يعني طيب أنا هذا الحشد الهائل من الموظفين في سفاراتنا في الخارج، وأنا أعرف هذا الكلام يعني مش كلام يطلق على عواهني، أعرفها لأني أزور سفارات وأعرف دبلوماسيين، وأعرف كثيرون منهم قد أحيلوا أصلا للتقاعد أو قد تجاوزوا فترة عملهم الرسمية ثم أعيدوا للعمل في بعض السفارات كجوائز طردية. طب أنا كيف أطلب من شخص هو أصلا ذهب إلى هذا الموقع من أجل أمن حياته هو وليس لكي يقوم بواجبه تجاه المواطنين؟ في نهاية المطاف الذي عينه هو المسؤول. أما يعني أنا هذا أعود الذي يتحمل هذه المسؤولية هو الرئيس هادي ومكتب رئاسة الجمهورية. حتى الحكومة نفسها ورئيس الحكومة
لا يستطيعوا أن يصنعوا شيئا، لأنه كل لا. شيء مربوط في رأس مدير مكتب رئاسة الجمهورية وفي رأس الرئيس هادي. ما فيش، ليس هناك هيكلية للدولة. أما أن تسأليني أنت ماذا نصنع، كيف تشغل وزارة الخارجية، هل أستطيع أن أشغلها من مبنى في فيلا في الرياض؟ وزارة خارجية فيها 20 شخص يدير وزارة خارجية ما. وبعدين يعني احنا كلنا نعرف حتى السفارات هذه الذي ابتعثوا إليها هؤلاء مرتباتهم من 6 أشهر ومن 9 أشهر تنقطع عنهم. المحليين نفسهم يعني الأجانب الذين يعملون في السفارة، فإلقاء اللوم كله فقط على هذا الجهاز فيه ظلم، أني أحمله مسؤولية ومسؤولية كبيرة تجاه ما يحصل من أخطاء، تجاه ما يحصل من عبث، تجاه ما يحصل من تجاوزات ومن فساد داخل السفارات. إذن شكرا جزيلا لك سعادة السفير السابق مصطفى النعمان على هذا الطرح والتوصيف الدقيق ربما الإشكاليات الخارجية وسفاراتها في مختلف البلاد. كنت معنا عبر الهاتف من المنامة، وعودة إليك أستاذ إبراهيم. أستاذ إبراهيم، تعقيبا على ما طرحه الأستاذ مصطفى، يعني خارجية مصابة بالترهل الوظيفي، خارجية مصابة باللامسؤولية، ربما تحجم دورها إلى إصدار الجوازات الدبلوماسية أو قرارات التعيين هنا وهناك، ما الذي نرجوه من سفاراتها بهذا الشكل؟ هذا ليس عذرا، يعني كان من المفروض أن السفارات في زمن الحرب وفي زمن الكارثة أن تضاعف عملها وجهودها وأن تعمل أكثر بإخلاص. نحن ليس المسألة ليست مسألة تحويلات مالية، يعني إن وصلنا مال اشتغلنا وإن لم يصلنا مال لا نشتغل. يعني الإنسان النظيف يستطيع أن يوجد حلول. يعني لو كان هناك أيضا سفراء حتى وإن لم تصل المعونات المالية، حتى ولم تصل منح الطلاب، كان بإمكان السفير الحر، السفير الذي يمتلك يعني رؤية للمستقبل، الذي يمثل اليمن ويمثل أبنائها ويمثل المسافرين، أن يقوم مثلا على سبيل المثال في الجامعات. إذا لم يستطيعوا تسديد يعني الرواتب ما يعني منح الطلاب، أن يذهبوا إلى الجامعات وأن يقولوا نحن نمر بحالة حرب ويجب إعفاء الطلاب. نحن يعني إذا لم تقوم الجامعات بإعفاء الطلاب يبحثون عن منح، يتواصلون مع تجار. هذا العمل الوظيفي، هذا العمل الذي مفروض أن يقوم به أي سفير إن لم تكن لديه إمكانيات أو إمكانيات حكومة. هناك 1000 طريق لإيجاد 1000 حل يعني، لكن المسألة هو أنه هؤلاء معظم المسؤولين الآن في السفارات في الخارج، لا نستطيع التعميم أولا، لكن الكثير منهم فاسدين، لا يعرفون مهامهم، لا يعرفون لماذا يبعثون، لا يعرفون طبيعة العمل في الدول المستضيفة، أحيانا لا يعرفون لغة البلاد التي يبتعثون إليها يعني غالبا. لكن وهذا جزء من المشكلة، لكنهم يعرفون طبيعة الفساد، كيف يغنون، كيف يأمنون مستقبل أبنائهم، كيف يتواصلون أيضا مع الفاسدين من الدول الذي هم يعني يتواجدون عليها، مع بعض المسؤولين حتى على مستوى تقديم الخدمات للجاليات. أحيانا يوجد القنصل يقوم بتقديم خدمات مقابل الرشوة، وهذا مشكلة أخرى. أصبحت بؤر فساد، أصبحت ليست بالدبلوماسية وإنما انعكاسا لما يجري في بعض المرافق الفساد في الداخل، وهذا يجب أن يصحح، يجب أن يتوقف، يجب ليس فقط أبناء الشعب اليمني في الداخل وإنما أبناء الجاليات في تلك البلدان، يجب أن يوقفوا ضد هذا الفساد وضد هذا التمثيل الذي لا يمثل اليمنيين لا داخل. على ذكرك للفساد أستاذ إبراهيم، ربما تطرقت أنت على صفحتك في الفيسبوك عن موضوع مهم لسفارة اليمن في نيويورك حول انتداب شركة ربما إعلامية أو يعني للسفارة هناك بمبالغ مهولة، حدثنا عنها أكثر. هي كما تعرفي في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه التحديد، إذا أي شخص مواطن أمريكي أو غيره داخل الولايات المتحدة الأمريكية يقوم يعني عمل نيابة عن حكومة أو مسؤولين أو شركات غير أمريكية، يجب أن يسجل في وزارة العدل على أنه عميل لتلك الدولة، وأن ما يقوم به هي خدمات لتحسين إما إعلام الدولة أو تمثيلها أو
محاولة تمرير قرار في الكونغرس لتلك الدولة أو وضع وجهة نظر لتلك الدولة. ما حدث مؤخرا بعد أن نشرت كثير من التقارير أنه هناك على صفحة وزارة العدل الأمريكية الحكومة اليمنية والسفارة اليمنية قامت بتعيين شركة لوبي من أجل القيام بتحسين علاقة عامة وكثير من هذه الأمور التي لا نفهمها ولا نفهم لماذا، وبمقابل $60,000 شهريا أي ما يعادل $720,000 سنويا. وهذه الجريمة أولا لا نعرف لماذا يقومون بذلك، ثانيا إذا كانوا بحاجة إلى تحسين موقفهم الإعلامي أو ما يجري في اليمن يمكن السفير نفسه يطلع بعمل مؤتمر صحفي أو يذهب إلى قنوات مثل CNN ويقوم بشرح ما يجري في اليمن وإطلاع الرأي العام الأمريكي والعالمي ما يجري داخل البلد. هم ليسوا بحاجة إلى تلك اللوبيات لكي تقول ما يستطيعون هم القيام به، وهذا مسألة خطيرة. من أولا السؤال يجب أن يكون من أين أتوا بذلك المبلغ في الوقت الذي يقولون أنه ليست لديهم حتى رواتب، وهذا مبلغ خيالي. السؤال الثاني إذا كان لديهم تلك الأموال لماذا لا يوظفوا يمنيين لديهم الخبرة في المجال الإعلامي والسياسي؟ يعني نستطيع بذلك المبلغ توظيف 10 يمنيين يكونون مكسبا آخر اليوم للحكومة اليمنية وللشعب اليمني بدل من تعيين سماسرة ويعني لوبيات بهذا الشكل. النقطة الأخرى لدي معلومات أيضا أنه الإمارات تقوم بتمويل ما يسمى بالمجلس الانتقالي وعملاء لها من أجل الانفصال في أروقة يروجون لذلك في أروقة الكونغرس الأمريكي، وأيضا السعودية تدعم السفارة اليمنية للقيام بذلك، أي أن الأموال هذه التي أتت حسب ما وصلني أنها أتت من السفارة أو من الحكومة السعودية من أجل أن يكون صراع هناك بين الأجندة السعودية والأجندة الإماراتية. هذا يعني أن اليمنيين ليس لديهم أجندة ولا يمثلون الشعب اليمني ولا يمثلون الحكومة اليمنية ولا يمثلون المشروع الوطني. هذا أمر مؤسف أستاذ إبراهيم القعطبي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك، كنت معنا عبر سكايب من نيويورك. وينضم معنا الآن الطالب واس سعيد أحد الطلاب الذين تم احتجازهم في سفارة موسكو عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ واس. مساكم الله بالنور والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام. في البداية أشكر قناة بلقيس التي لا تكل عن دعم عن قضايا الطلاب معنا. أهلا بك واس، هذا واجب القناة تجاهكم أقل ما يمكن أن يقدم، ونود أن تحدثنا كيف تم احتجازكم بداية من قبل الأمن الروسي. والله حقيقة الأمر أننا حضرنا إلى السفارة كرؤساء ضابط ودعوة رسمية لمقابلة مدير عام البعثات، إلا أن السفير قام بسد أبواب السفارة، يعني طلاب جو من مدن بعيدة وظلوا من الصباح الساعة 9 صباحا حتى الساعة 4 عصرا، يعني تحت درجة حرارة تحت صفر، 2 تحت صفر. بعد ذلك قام السفير بطلب الشرطة وتمزج بي أنا وصديقي يوسف مرعي، وهذه اتخذها السفير كخطوة ثانية بعد أن فشلت خطوته الأولى، حيث أنه كان سابقا يقطع مستحقات الطلاب الذين يأتون إلى الاعتصامات كعفوا تأديبية منه. فأتى أحد الأصدقاء وقام بإطلاق سراحنا بكفالته، ولكن بعد أن خرجنا من السجن تفاجأ بأن السفير يكذب على الداخل بأنه تكللت جهوده أو ليس الداخل فقط على الحكومة، يعني حتى أني لاحظ كثير من المنشورات بالفيسبوك كثير من الناس راسلوا على رقمنا الخاص، فكان فاضي أنه يرد عليهم جميعا أنه تكللت جهودنا وتم إطلاق سراح الطالبين. نعم، يعني هو حاول أن يوضح بأن أنتم قمتم بجلبة أمام السفارة مما اضطر الأمن الروسي بأخذكم، وأنه هو من بذل الجهود كسفارة لإخراجكم. يعني ربما أمس تداول الجميع قصة سجنكم من قبل السفير عبر أوامره،
وطلبه للأمن الروسي. برأيك يعني ما الذي سيستفيده في ظل معرفتكم تماما من هو المتسبب في احتجازكم؟ يعني الإعلام ربما يقف معكم وتحدث عن قضيتكم بشكل واضح. والله هذه ليست المرة الأولى للسفير، يعني يستغرب الواحد أنه كيف ممكن هو أن يقوم بإطلاق سراحنا بعد أن طلب الشرطة. هذا أولا، يعني طلب مكافحة الشغب أكثر من 20 عسكري على 15 طالب. فبعد هذا يكذب أنه أرسل مندوب، فإحنا كنا موجودين باسم الشرطة وهم يتواصلوا مع السفير ويقولوا له أرسل مندوب لإكمال الإجراءات لإطلاق سراح الطلاب، لأنه يعني يرفض يقول لهم انتهى الدوام، يعني وإحنا نسمعهم. فما أرسل لنا أحد، ومصر هو أن يكذب بأنه إلى الآن ما بلغش الجهات الروسية أو السلطات الروسية. وإذا كان هذا صحيح، يعني حتى اليوم استدعى مكافحة الشغب مرة أخرى، فهل ذات من نفسها السلطات الروسية يعني بدون أي أوامر؟ كذلك إحنا بأنفسنا سألتهم، حيث أنه يحق لي أن أسأل العسكري أطلبه الأمر، فطلبناهم الأمر، أرونا الأمر الذي من السفير. قالوا جانا اتصال من السفير فقط، ومشكلتكم بالسفارة، تواصلنا مع سفيركم لم يرسل مندوب، وإذا لم يرسل مندوب في خلال يومين ستحال قضيتكم إلى المحكمة على طول، أو أن توقعوا على التهم الموجهة لكم. فنحن رفضنا أن نوقع على التهم، وحيلت قضيتنا إلى المحكمة، ومنتظرين الآن معنا 48 ساعة. فيجب على السفير أولا أن يتنازل عن استدعائه أو دعوته علينا، التهمة الذي وجهها علينا. فللأسف الشديد ربما هو، أنا باعتقادي أنه هو سيحاول مسرعا، أو قد ذهب إلى هناك وقام بسحب الدعوة لحيث لا يكون هناك أي دليل ضده نثبته في الداخل. يعني الآن أنتم مهددون، ما زلتم مهددون من قبل الأمن الروسي إن لم يتم سحب الشكاية من قبل مندوب السفارة حتى اللحظة؟ نعم. نعم، إذن يعني ربما تطالب واس المشاهدين والمتابعين بالضغط إعلاميا على السفارة للتحرك لأجل قضيتكم، ما الذي تقوله واس؟ والله أمس قد نشرنا على طول، أنا كنت في مشق البث مباشر، يعني من بداية الإعصام حتى نهايته. فأخبرتهم كذلك في قسم الشرطة، قلت لهم إن وجد علي دليل بتهمة السفير فأثبتوها، وهناك توجد كاميرات أمام البواب في السفارة تؤكد هذا، أن احنا لم نتعرض للسفير ولم نتعرض للسيارات البعثة الدبلوماسية أبدا، لأنه وجه أنها تهمة تتضمن على إجراءات عقوبة مشددة، يعني أن احنا نهدد حياة الدبلوماسيين. بالضبط، السفير قام بالإصرار علينا. هذه تهمة خطيرة يتم توجيهها لطلاب ذهبوا للعلم وللدراسة. واس، يعني في حال ما تم سحب الشكاية، هل أنتم في مأمن؟ يعني ما هي التهديدات التي ممكن أن تطالكم، خاصة وأنتم يعني اصطدمتم مباشرة مع السفير؟ التهديدات أنه هو سألتنا على هذا أول ما وصلنا، لأنهم للأسف كذلك كانوا يرفضوا يتعاونوا معنا الجانب الروسي، كنا قلنا لهم نحن نتكلم اللغة الروسية، يعني إلا أنهم قالوا لا، يجب أن يحضر مترجم يملك شهادة، شهادتنا لم تكن معنا. كذلك طلبناهم مرة أخرى أن يتواصلوا بالسفير، تواصلوا مع سفارتنا قالوا إذن فلترسلوا مترجم فقط لكي يعني يحضر شهادته ونطلع على كل شيء. رفض السفير. فاتصلنا بأحد الأصدقاء الذي مع شهادة وتكلم معهم، فنحن الآن حياتنا العلمية مهددة بحسب هذا القانون، أنه سجن ما بين 12 سنة إلى 15 سنة. نعم، إذن أأمل من جميع المتفاعلين مع قضيتكم يعني الاستمرار بهذا التفاعل حتى يتم الضغط بشكل أو بآخر على
حكومة هادي بأن تلزم السفير حده وعدم تجاوز صلاحياته على الطلاب. شكرا جزيلا لك وسعيد، كنت معنا عبر الهاتف من موسكو وأنت أحد ضحايا الاحتجاز من قبل سفارة اليمن في موسكو. وينضم معنا عبر الهاتف أيضا ضياء السعيدي، وهو طالب مبتعث أو طالب مبتعث يعني سابقا في روسيا عبر الهاتف من كندا. مساء الخير ضياء. يا مساء النور أختي آسيا. أهلا بك ضياء، أنت أحد ضحايا سفارة موسكو ومعاناتك ربما تابعناها سابقا وتحدثنا عنها أكثر من مرة. ما الذي يحدث في سفارة موسكو؟ سفارتنا في موسكو الذي يحدث الآن هو يحدث منذ سنين. نحن كنا وما زلنا نحتج بين الفترة والأخرى، وكنا احتجينا من قبل على السفير السابق الأكوع وتمت إقالته، وثم تم تعيين الوحيشي وهو سفير سابق أيضا في دولة أخرى. الوحيشي لم يختلف عن سابقه في التعامل بطريقة قمعية مع الطلاب ومع احتجاجات الطلاب ومطالبهم بتسليم الأرباع التي تتأخر والتي يتم مماطلتها، يتم صرف الأرباع بدل أن تصرف بشكل ربعي أي ترى كل 3 أشهر يتم صرفها الآن بشكل نصف سنوي وأحيانا سنوي. الطلاب لهم كل الحق في المطالبة بحقوقهم داخل أراضي سفارتهم، ولكن رأينا كيف أن الوحيشي منع الطلاب من هذا الحق وتم التعامل معهم بتعسف وتم سجن اعتقال الطلاب بطلب من السفير. هذا تصرف أرعن وغريب جدا أن يتم اعتقال طلاب. لدينا طلاب من أفضل الطلاب، أحدهم كان الأخ يوسف مرعي هو باحث في السياسة وفي الشؤون السياسية، بدل من أن يتم التعامل مع الطلاب وتكريمهم ومساعدتهم ليكونوا صوت اليمن في المستقبل في المحافل الدولية يتم الزج بهم في السجون من قبل هؤلاء الفاسدين الذين يجلسون على المكاتب في سفاراتنا للأسف. نعم ضياء، يعني لو طلبت منك إيجاز أبرز المخالفات أو التجاوزات التي تقوم بها السفارة هناك، يعني ليس فقط تأخير الأرباع ولكن هناك أمور أخرى تحدث. لا شك هناك يا أختي آسيا، هناك الكثير من المخالفات التي قامت تقوم بها السفارة في موسكو، منها بيع. هناك لوبي سماسرة في السفارة يقوم باستصدار منح من الجهات الروسية وبيعها بشكل يعني خلفي. يقوم السفير بزيارة واستخدام صلاحياته لزيارة بعض الجامعات وتقديم القضية اليمنية لاستخراج بعض المنح، ثم بيع هذه المنح بشكل سري بدل من أن تعطى الطالب اليمني بشكل تنافسي. يتم أيضا سرقة بعض حقوق الطلاب وأرباعهم مثل ما حصل معي من قبل بعض المتنفذين في السفارة. تم سرقة مستحقاتي لمدة 2 كاملين، وفي الأخير أدى ذلك إلى فصلي من الجامعة، وفي النهاية غادرت روسيا تاركا السنتين التي قد الأكاديميتين التي أتممتها هناك، وانتقلت إلى كندا لبدء دراسة من على يعني حسابي الشخصي وب يعني بدون أي مستحقات من الدولة. أيضا هناك الكثير من المخالفات التي تتم عن طريق إضافة أسماء غير حقيقية في الكشوفات المالية، تستلم عنها السفارة والملحقية أموال من قبل وزارة المالية وهي أسماء وهمية. يتم أيضا تمديد للكثير من الطلاب هناك الذين انتهت مدتهم. فتراتهم انتهت، وهناك أيضا من الكثير من الموظفين فتراتهم انتهت زي كالمسؤول المالي في الملحقية فترته انتهت، كذلك المسؤول الملحق الثقافي فترتهم انتهت بحسب القانون، ومع ذلك لا يتم تجاوز القانون ويتم التمديد لهم خارج إطار القانون. هناك أيضا نعم إذن يعني للأسف الشديد هذا الأمر لا يحدث فقط في سفارة روسيا، لنقل يعني هي الوحيدة، لكن ما يحدث ربما في أغلب السفارات. لا أود التعميم هنا، والمعروف أن السفارات وجدت لحل إشكالية المغتربين والطلاب على حد سواء، ولكن للأسف برأيك ضياء كيف تحولت هذه السفارات لعائق أمام معاملات المغتربين واستصدار الجوازات وأيضا معاملات الطلاب والابتعاث المالي لهم؟
السفارات اليوم حول العالم سفارتان للأسف، الكثير منها لا نعمم على الجميع، ولكن الكثير منها تتعامل مع السفارة ومع سلطاتها في السفارة كشركات شخصية، تحاول عن طريقها إيجاد مدخول شخصي وتمرير مصالح شخصية. طبعا نرى ذلك في سفارتنا في موسكو، في سفارتنا في القاهرة، لدينا الكثير من الشكاوي، المعاملات المغتربين الكثير من المعاملات يتم عرقلتها، يتم تمريرها فيما بعد من الباب الخلفي عن طريق دفع مبالغ. هناك الكثير من أيضا من الفساد المالي الذي يجري في السفارات حول العالم، مثل ملحقيتنا على سبيل المثال، ملحقيتنا في سويسرا، هناك في ملحقيتنا في سويسرا موثق الوجبات غداء تتجاوز 4000 فرنك، أي أكثر من 4000 دولار لوجبة غداء واحدة. أيضا هناك سفارتنا في أبوظبي اشترت أغلى سيارة في تاريخ وزارة الخارجية وطاولة طعام بخمسة ملايين ريال يمني. هذه الأموال التي تصرف من ميزانية غير واضحة، حتى عند العودة إلى ميزانية وزارة الخارجية بالميزانية التي أقرت في 2018 لا نجد هناك أرقام واضحة كم هي ميزانية الخارجية، فيتم فقط التعامل مع هذه الأموال وإيجاد مصادر جديدة عن طريق فساد داخلي، إما بيع منح أو تمرير معاملات بأموال ورشاوي، أو عن طريق أحيانا أيضا بيع جوازات دبلوماسية. صحيح. وهذا ما أشار إليه ضيوفكم في ضيوفكم السابقين في الحلقة. نعم. إذن هذا الفساد الذي منيت به السفارات وتعيينات أيضا غير المستحقة وإهدار الكثير من الأموال، ضياء، ما مدى تأثيره على فكرة استعادة الدولة من بين أيادي الانقلاب؟ السفارات في هذه الأوضاع الاستثنائية التي تمر في بها بلدنا يفترض أن يكون هدفهم الأول والأوحد هو الدفاع عن صورة الشعب، توضيح ما يجري داخل البلد للمجتمع الدولي، العمل على يعني تمرير المصالح اليمنية في المجتمع في الدول الخارجية، ولكن لا نرى لهذه المهام أي وجود في قائمة مهام هذه السفارات. فلذلك نرى الميليشيا نجحت في إيصال أهدافها، نجحت في إيصال صوتها للمجتمعات والمحافل الدولية عن طريق منظماتها وعن طريق نشطائها، بينما المؤسسات الدولة الحكومية التي يفترض بها أن تقوم بهذا العمل ووضعها مغيبة. الأسوأ من ذلك أن بعض هذه السفارات تخدم الميليشيا وتخدم مشاريع الانفصال. يعني لدينا سفارات، لدينا بعض السفراء الذي لم يتوانى أن يعني أن يدافع عن نفسه أنه تهمة الوطنية. يعني هناك من يعني هناك بعض التصاريح صدرت أن فلان من السفراء شجب الانقلاب أو شجب ما تقوم به الميليشيات الإماراتية. السفير يعني لا يتوانى عن يدافع عن نفسه أنه لا أنا لم أقل ذلك، وأنا لم أقوم بشجب الميليشيات الإنقلابية. فمن تخدم هذه السفارات اليوم؟ بالتأكيد لا تخدم القضية اليمنية، لا تخدم الشعب اليمني، لا تمثل الشعب اليمني، بل تمثل إما تمثل يمثلوا أنفسهم هؤلاء الموظفون، يمثلوا مصالحهم الشخصية، أو يمثلوا مشاريع خارجية أجنبية أو مشاريع ميليشية في اليمن. نعم. إذن برأيك ضياء، لو عدنا لموضوع الطلاب، كيف يؤثر هذا التعامل وتأخير المستحقات بشكل عام على أداء الطالب أكاديميا ونفسيا؟ للأسف الطالب في كثير من دول الابتعاث غير قادر على العمل. الطلاب هم شعلات من العطاء ومن الإنتاج. لو كان لديهم إمكانية للعمل والإيجاد أعمال ووظائف يعني ليدفعوا بها فواتيرهم ويستطيعوا أن يستمروا لفعلوا ذلك، لكن الكثير من الدول لا يستطيعوا فيها، ممنوع أن يعملوا فيها. فالمستحقات الطالب يبدأ في معاناة شخصية على مستوى الأكل والمشرب والسكن، وأيضا معاناة بما يخص الجانب الأكاديمي، فالجامعات تمنعهم من دخول امتحاناتهم،
يعني يحصل تحديدات بالفصل، كثير من الطلاب فصلوا، لدينا الكثير من الحالات للأسف الحالات التي يعني انتهت بها الطلاب بالانفصال من الجامعة، مغادرة يعني بلدان الابتعاث، أحيانا العودة إلى البلد والانخراط في الصراع الحاصل. هذه نهاية مأساوية للكثير من الطلاب الذي يعتبروا أمل المستقبل، ولا نريد أن نرى أمل المستقبل في الصفوف القتالية مع الميليشيا أو مع أحد أطراف القتالية، بينما هم من يعول عليهم غدا في بناء البلد. كثير من الطلاب يمروا بحالة نفسية صعبة أيضا، يعني من حالة اكتئاب ووضع معيشي صعب جدا. إذن شكرا جزيلا لك ضياء السعيدي، المبتعث السابق في موسكو، كنت معنا عبر الهاتف من كندا. أشكر لكم أيضا مشاهدينا الكرام لحسن متابعتكم، إلى أن ألتقيكم في مساء يمني جديد، كونوا برعاية الله وأمنه.